Seconde encore. Enregistrer. Mon œuvre à l'année. 1, 2, 1, 2. مرحبا بكم في لايف بر الامان. مرحبا بكل المتفرجين ومرحبا بكل المتابعين نتاع الصفحه نتاعنا. اليوم اللايف هذا ننظموا فيه من مقر بر الامان، وموضوعه هو الملكيه الفكريه وتاثير نتاعها على بلوجنا للادويه اون جينيرال. بطبيعه الحال الموضوع هذا ينجم يذكرنا بانه ثم اتفاقية تجارية اعتبرت الحر ما بين الاتحاد الأوروبي وتونس اللي قاعدة تتناقش توا على خاطر والملكية الفكرية من أهم النقاط الموجودة فيها، ولكن الموضوع هذا ماهوش محدود فقط على النوسيون هذايا، بالعكس هو يتعدى لاليكا وبالعكس غنفوا من بوليتيك أكبر برشا. ذاك علاش قررنا اليوم باش نحكيو في الموضوع هذايا مع سي لسعد مسهلي. عسلمة سي لسعد، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة الكريمة. انت نورتنا. شكرا. دونك انت سيتك فوزيت فارماسيان كلينيسيان اي فارماكو ايكونوميست شيرشور ان دروات اكزاكت كونسلتان ايفالواتور ان بون غوفرنانس وعضو في مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. بالضبط. اوكي. بالضبط. خلينا نفسر النقطة، ايش معناها عضو في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟ عضو بمجلس الهيئة، عضو بمجلس الهيئة تم تجديد الموندا نتاع المجلس ريسامون، وانا بديت من الاولانيين 2013. داكور. مرحبا. وبيك؟ وبيك وبيك. دونك الهيئة اللي يترأسها سي شوقي طبيب. اكزاكت اكزاكت. ومن المهام نتاعها تخدم على حماية صحة المواطن على جميع الأصعدة، بما في ذلك القوانين اللي تنجم تمس من السلامة الصحية للمواطن، وتنجم تكون كنتيجة لتضارب المصالح ومفعول اللوبيات الصناعية في مجال الأدوية اللي تنجم تتكلف غالية بالنسبة لصحة المواطن، قفة الزوالي كما نقولوا، ولا كوليكتيفيتي معناها لا كاس ناسيونال داسيورونس مالادي، والدولة كسيادة وكمسؤولة ايضا عن صحة مواطنيها. ما تنساش اللي الفصل 38 من الدستور يجبر الدورة باش توفر جميع ظروف الصحة بمفهومها الواسع لكل انسان موجود على التراب التونسي بقطع النظر كونه يكون اجنبي ولا تونسي. واضح. اذا خلينا نتعمقوا فيها بعد. يقول قائل موضوع كي تطرح هو هكا موضوع نتاع احنا كيف ما طرحناه يعني على الباج، قلنا بروفي بيريود دو بروتيكسيون كومبليمونتير سكري دي زافير، كيفاش سي نوسيون هذوما نتاع الملكيه الفكريه باش ياثروا علينا كتوانسه. انا الحقيقه كان من المفروض يكون عندنا فوق الطاوله لهنا، ونعتذر اذا الغالب تقصير مني، بواته نتاع بيتا دي وبواتا متاع بيتا سيتودين ولا بيتا سيبتين، زوز صفر، زوز تابوها مكحل، زوز نعرفوهم الكل، ثمش صغير ما طاحش وهو يلعب مهما كان طفلة ولا طفل وما تجرحش وما جرينلوش بالبيتادين. دونك زوز أدوية يشبهوا برشا لبعضهم، ولكن ثم فرق كبير من واحد للآخر. فيت كنت حبيت نخرج من هالفرق هذايا اللي تطرحها علينا كي نبداو في صيدلية في فارماسي، نشوفوا انه ثم دواء كي نثبتوا فيه بيتا سوتودين ولا نسيت اسمه، يشبه البيتادين، حسيت تغلط ما بيناتهم، تجي ثبت فيه تلقاه مصنوع في تونس وما ثم حتى تراس حتى حاجه اجنبيه، ومن الاخر بيتادين تلقاه مصنوع في لابو براني اللي اجنبي. بغيف سم مختلف. كنت تقول لنا كيفاش نجم نوصلوا
زوز ادويه يشبهوا البرشا لبعضهم اللي عندهم نفس الفي واحد منهم سمو مرفق والاخر يوجع. هي المشكل كل في السوم المرفق والسوم اللي يوجع. غادي مربط الفرس. مشكل تونس مع حقوق الملكية الفكرية ماهوش جديد. مشكل تونس كما ذكرته في واحد من لي زارتيكل اللي كتبتهم على بزنس نيوز. بدأ اللي باش نشاركوهم كومنتير ينجموا المتابعين يلقاوه بالضبط. بدا عام 83 وقت اللي تونس شاركت في الكونفنسيون دو باري وهي اول منظومه عالميه تمكن من 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 الحمايه للملكيه الصناعيه. ديجا سي تريتو عام 1888 جاء لو بروميير ديكري بيكال كي جيري لي دووا دو بروبريتي انتيليكتويل في تونس وكان يحمي لي بروسيدي دو فابريكاسيون اكاو ما كانش يحمي لي برودوي وقعد صالح حتى لسنة 2000 من 1888 حتى 2000 حتى لسنة 2000 كان في تونس موجود نص أمر علي خلينا نقوله أمر علي كان صالح حتى لسنة 2000 لكن تم إحداث قانون رقم 2084 متاع 24 أوت 2000 اللي ينظم اللي يعملوا فاكت تشيكينغ باش يمشيو يثبتوا فيها هانك سهلت لهم المأمورية اي اللي ينظم حقوق الملكية الفكرية في 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 مجال براءة الاختراعات وحقوق الملكية الفكرية بصفة عامة. واللي هذايا معناها ادخل عدل النظام اللي في تونس معناتها توسكي اللوا كي جير لي بروفي عدلوا حطوا حسب لي ستاندار انترناسيونو تيل كيز ايتي ديفيني بار لاكور تريبس. alors في 2000 لا مش في 2000 هي الحكايه بدات قبل عام 94 هي. عام 1994 وقع لاكور دو مراكش اللي هو كي انستيتوي لاكور لورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس. مي خلينا جوست فوالا هنا رجعنا خرجنا من بيتاجين وصلنا هكا هكا لو ام سي والكات وكل شيء. دونك المنظمه العالميه للتجاره هي عوضت منظمه اخرى يعني ديزاكور اخرين وجمعت هالمنظمه العالميه للتجاره في مراكش العديد من البلدان منهم تونس منهم بلدان الاتحاد الاوروبي منهم امريكا الى اخره وقالوا يا سيدي احنا باش نتفاهموا على قواعد باش نتفاهموا على قواعد نتاع التجاره نتاع منافسه نتاع براءه وثم دونك اللي انت حكيت عليهم بالذات التريبس والا اللي بالفرنسي يكونوا ا دي بي ات بيك فالكور سور لي اسبي دو دووا دو بروبريتي انتيليكتويل ليي او كوميرس دو لو ام سي. واضح اللي تبعوا فينا ينجم يقولوش بهم هذوما ولاو في درس تاريخ قانوني ان فيت نقول لكم تبعوا الحكايه هذه على خاطر كي تبداها هكايا اقصر من انك تبدا تحكي فيها من شنو من البيتادين وانت راجع بتولي. مي دونك خلينا نكملوا بعد ما وصلنا سيدي عندنا تريبس او ات بيك اللي هما نفس الشيء نتاع انت خلينا نقولوا اتفاقيه نتاع حقوق ملكيه فكريه وفيها لي بروفي فيها سي امبورطون دو بارلي دو سا. علاش؟ خاطر حقوق الملكيه الفكريه في اول المحادثات نتاع لاكور دو مراكش ما كانوش موجودين تم اسقاطهم في اخر لحظه بصوره غريبه وقبلوها الدول لكن قبلوها علاش؟ على خاطر الممثلين خاطر هما يتم ادراجهم والحديث عنهم ابتداء من الساعه صفر ولا الساعة واحدة صباحا في مقر الأو إم سي والناس كانت غايبة والممثلين متاع دول العالم الثالث كانوا يخرجوا مع الأربعة متاع العشية يمشيوا يعملوا شوبينج والأخرين يبدأوا يخدموا
ce qui fait وقت اللي يجي اليوم تغدوا 8 ولا 9 باش يبدا يخدم يلقى ديجا فما خدمه حاضره وهو ماهوش حاضر يصادق عليها و... وفي المجال هذا يلزم نقولوا بصفه واضحه اللي الفريق التونسي وقتها قبل البلاء الحسن كل واحد يخدم خدمته وكل واحد ياخذ حقه في النقطه هذه بالذات الفريق التونسي قبل البلاء الحسن به كيفاش احكي لنا على خاطر وصل عمل لي بون نيغوسياسيون وحاول باش ياخذ اكثر حاجه ينجم ياخذها وخذها وتحصل عليها شنو اللي جرى كون احنا وضعونا في السله نتاع البلدان الناميه لي بي اون ديفلوبمون واضح وتم اقرار قوانين خاصة تخص لي بيي اون ديفلوبمون البلدان النامية وفما قوانين خاصة ولا وضعيات خاصة حطوا فيها الدول اللي أقل نمو لي بيي لي موانز افونسي لي بي ام هذوما معروفين في العالم نتاع ديزون لي زو ان جي ولا في لونيو ولا كذا ديما لي بي ام عندهم اون مارج كما ندير دي زيد اكبر وكذا القانون هذايا احنا كنا جوست نمي مش لي بيي لي موانز افونسي دونك ايزون دوني ان تون دادابتاسيون بور لي زيتا مومبر دو لو ام سي باش يحضروا رواحهم ويهيكلوا القوانين نتاعهم حسب ما يطلبوا قانون تريبس البلدان المتقدمة بداوا قبلنا بداوا سنة 2000 غرة جان في 2000 بالنسبة لي نحن البلدان النامية تم تأخيره 2005 على ما أظن مثال شيء أتيتر انديكاسيون يعني بشوية بشوية تخلوا حيثنا في ذي لكن اللي يلزمنا نفهموه c'est que cet accord a mis la base. معناها أقل حقوق من الحقوق اللي موجودة في الأكور تريبس ما فما حتى دولة تنجم تعطي أقل. تنجم تاخذ ديلي باش توخر باش تقد روحك و تتدابت للقواعد الجديدة وتحطها حاجة نفس ما تعطي أقل. شنو هو هذايا الأقل؟ ها هو هذايا الرسمي مانيش ناسي البيتادين راهو باش نرجع لها باش نرجعوا لها حديث كبير البيتادين هي كمثال ما نعرفش ممكن أنت عندك فكرة عنها. نو بارلو دي ميديكامون دون مانيير جينيرال. دونك البروفي ولا بروتيجي بور لي بروسيدي et pour les produits hey. اللي احنا كان عندنا في القانون نتاع البي في الامر العلي اللي عملوا البي كان بالنسبه لي بروسيدي اكاو واذا كان انا نبتكر بروسيدي اخر نجم نصنع في هذايا في تريبس الغياء نتاع البروسيدي وحده ولا بروسيدي اي برودوي علاش خاطر قالك البرودوي سي اون سويت لوجيك او بروسيدي الحاجه الثانيه سي كو الحمايه نتاع البروفي ولات 20 سنه ابتداء من تاريخ التسجيل التسجيل في لينوربي خاطر هذا هو اللاهي بالجستيون دي دووا دو بروبريتي انتيليكتويل سي لانستيتو ناسيونال دو نورماليزاسيون اي دو بروبريتي اندستريال اللي هو عضو من منظمه اخرى تو نحكيو عليها بعد هو مش اي باهي خلينا نحكيو عليها من بعد ويبو تو نحكيو عليها من بعد اي ميسيرش هذيك هنا جايين دونك هذا هو اللي التمشي لكن وضعوا لبنة أخرى اللي هو الارتيكل 39 شنو يقول؟ الارتيكل 39 il parle de renseignement non divulgué معناها الإدارة أنت كأوبيراتور إيكونوميك تجي تصب عندها دوسي هي تتعهد لحماية المعلومات اللي موجودين في الدوسي هذاك ولكن حطوا فيه ثلاثة مطات trois tirés qui constituent la définition des secrets d'affaires. Les secrets d'affaires, هي بدعة أمريكانية من تاريخ من عام 1979. وقع أحداثها بالمقتضى Uniform Trade Secret Act
بالولايات المتحدة وتم اختباس نفس القانون في أوروبا بسوفورم دو ديريكتيف في شهر جوان ولا أفريل من سنة 16 و2000. دونك هذوما يسميو لي بيلي. أما الدواء مخبي برشا حاجات، مخبي باللي دغوا دوتور في الناحية لا ريداكسيون دي بروسبكتوس، مخبي باللي مارك دو فابريك و دو كوميرس اللي انت حكيت عليها مقبلة، بيتادين و أسيبتين ولا اللي كان داكوردو، ومخبي بالبروفي. وزادوا الحاجة جديدة اللي هي un droit de propriété intellectuelle nouveau, ce sont les renseignements non divulgués et les secrets d'affaires. لهنا نستحقوا باش نعملوا ريكاب. على خاطر خرجنا من نقطة أولية، اللي هي النقطة الأولية هذه التاريخ نتاع لي بروفي في تونس والبراءة الاختراع كيفاش هي قبل كانت جوست حتى للعام 2000 كانت سبيسيفيك لطريقة إنتاج الشيء وليس الشيء في حد ذاته. باهي سيدي، من بعد جاي لي زاكور نتاع الـ OMC اللي يخصوا المنظمة العالمية للتجارة اللي يخصوا الملكية الفكرية. باهي، و هوني باش نزيدك حاجة صغيرة لو تسمح. ما يلزمناش نضيعوا اللي تبعوا فينا. لا 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 على خاطر التقنيه برشا المساله، وين حبيتها تقعد مربوطه بالواقع. لا لا تنجم ترجع. قولي. وقت اللي جاوا الدول باش يعملوا الاتفاقيه نتاع الاو ام سي اللي انت تو تفضلت وحكيت عليها، ثم ديل مرشي اتفاق وقع بين الدول في طور النمو والدول اللي أقل نمو وبين الدول المتقدمة. شنو هذا؟ أنا نعطيك حقوق الملكية الفكرية، أما أنت تساهم في الترانسفير تكنولوجيك. هذه الباس، هذا سي لاكور دو باس. هذايا عملوا له أرتيكل سبيسيال اسمه الأرتيكل 8 دو لاكور سور لي اسبي دو دروا دو بروبريتي انتيليكتويل انتيتولي برينسيپ. معناها هذايا هو يحوصل الصفقة اللي وقعت بين الدول المتقدمة وبين الدول اللي في طور النمو واللي أقل النمو، اللي يعترفوا لهم إذا كان أنتم بيستقبلوا حقوق الملكية الفكرية رانا احنا كدول متقدمة نتعهدوا باش نعملوا ترانسفير دو لا تكنولوجي. واضح. باش نعاونوكم باش تتقدموا. واضح. اخذوا حقوق الملكية الفكرية. وهنا التوا نستناو في ترانسفير دو تكنولوجي. سجلتش عندك هذايا؟ هذايا واضح. دونك كامل صار ديل ما تمش احترامه من طرف الدول المتقدمة. بالضبط. باهي. ونتصور اللي موازين القوى ما بين 150 بلد ماهوش متقدم ماهوش مبغض بالو سي دي او، نعطي في شيفر تقريبي، وما بين 50 ولا 40 بلاد داخله في لو سي دي او اللي هي تملك 80% من الريشيس مونديال. رابور دو فورس واضح. شوف لا ريشيس مونديال ا شانجي دو فيزاج او ديبي دي زاني 80. كانت ملكيه نتاع حيوت نتاع بيان ايموبيليي ابتداء من السنوات الأولى للثمانينيات، تبدلت ملكية فكرية إماتيريال. لواش إماتيريال؟ باش ينجموا يحولوها في أي وقت، باش ينجموا يهزوها في أي وقت، باش ينجموا يستثمروها في أي وقت كما يحبوا هما وقت اللي يحبوا هما. هذا لواش معناها يايو أن ترانسفير دو لا كونسيبسيون دو لا بروبريتي. وباش تنجم انت تستعمل حقوقك في العالم مجمع يلزمها تولي اماتيريال. وهذا الدول اللي ما هيش ناميه والدول اللي في طور النمو ما فهمتوش. باهي واضح. هذا بالنسبه لا ريشيس دي ناسيون. خلينا نستعمل التيتر نتاع ادم سميث اذا كان مش غلط. اي نرجعوا، مازلت ما سيتش بيتادين. بيتادين نرجع للحكايه.
اللي دخلتوا علينا تو انتم تفرجوا على بر الامان اللايف هذايا مع سي لسعد مسهلي. سي لسعد مسهلي الى بليزيور كاسكيت منهم عضو في المجلس الهيئه نتاع لين لوك، ولكن اليوم معنا كعضو في هيئه سيد التوانسه وكمختص في القانون نتاع الملكيه الفكريه دون دومين ميديكال. سالته دون ما بدا النقاش علاش كي نمشي للفارماسي نلقى باكو بيتادين اسمه بيتادين وباكو واحد اخر اسمه الحقيقة نسيت اسمه، هذاك اللي موجود في السبيطارات وهذاك اللي موجود في الدار وهذاك اللي يتباع سبونتانيمون كي تمشي للفارماسي وتقول لها اعطيني بيتادين. باكو الاخر بيتسودين ولا حاجه هكا وزوز بنفس الجوده. زوز بنفس الجوده. اي قلت له السوم ماهوش نفس الجوده، خلينا نقول مش نفس الفوليوم نتاع السوم. يا اخي علاش؟ دونك احنا مشينا في تاريخ نتاع الملكيه الفكريه في هالدقائق الاولى توا وصلنا لكيفاش غشونا الدول المتطوره في نقاشات في التزاماتهم، هما التزموا باش يعطيونا ترانسفير دو تكنولوجي واحنا نحترموا حقوق الملكيه بالضبط. ولكن احنا احترمنا حقوق الملكيه كدول ناميه او دول في يعني اقل نمو وهما ما احترموش. واضح هنا حوصلناها الحكايه توا باش نرجعوا لمساله ليزيكسيبسيون هذوما اللي سايرين. انا حسب ما شفنا في المقالات اللي قمنا بهم في 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 بر امان وبحوث اللي قمنا بهم لاحظنا انه مثلا ثم ديزافونتاج اللي عند نجموا ديزيكسيبسيون بلوتو نجموا يقروهم بعض الدول. توت افي فو بارلي دي فليكسيبيليتي. فوالا هذا توا احنا نحكيو مهما كانت الدوله مانيش نحكيو للدول اقل نموا ولا لا. دونك هل لي زافونتاج هذوما كيفاش يسانجير يعني كيفاش يدخلوا في في, في الحسابات نتاع شوف نتاع الملكيه الفكريه؟ لي فليكسيبيليتي هذوما ماهمش الدول الناميه هي اللي عملتهم، اللي عملوهم هما دول متطوره عملتهم امريكا اللي هي عندها الحق تستعمل اي بروفي لحماية نفسها، عندها الحق تستعمل أي بروفي ميديكال لحماية الجيش نتاعها من غير ما تدفع حد شيء. داكوردو؟ قلت أنا حاجة. كندا عملت سكون أبل ليكسيبسيون بولار، سي رولاتيف أ لارتيكل 30 دو لاكور تريبس. شو معناتها ليكسيبسيون بولار؟ أنا وقت اللي شركة تقدم بروفي يقعد صالح يوصل مثلا هو محمي 20 سنة كي يوصل 18 سنة حماية، أي فابريكان دو جينيريك آخر يجي يقدم يبدأ في الإجراءات الإدارية باش ينجم يتحصل على رخصة التسويق اللي هي autorisation de mise sur le marché. هذا مش تمام من لا امام حاجه أيه. مختلفه exact. حاجه مهمه برشا تمام ولا لا مود كي سي بتطلع امام شي ولا لا مود اي دونك هذه تنجم تاخذ معناها اشهر حسب حوارات قمنا بهم مع مهنيين في صيد لعامين اي خلينا نكونوا واضحين اذا كان مش اكثر في بعض الدول الاخرى اي احنا ان شاء الله تو معناتها المسؤولين في وزاره الصحه حارسين باش ينقصوا من الاجال وهذا شيء يسر ان شاء الله. اذا كان هو يخلي لاخر وقت باش ينجم يقدم لا دوموند دامام ويعمل الاجراءات الاداريه نتاعو باش يجي وبما في ذلك التفقد نتاع وزاره الصحه باش يشوفوا يزوروا له المصنع نتاعو ويشوفوه كونفورم ولا لا للقانون المهني والمنظم للمهنه ولا لا. اذا كان هو يقدم بعد 20 سنه يولي كاين احنا عطينا ديلي دو بروتيكسيون 22 سنة في بلاصة 20 سنة باش نتفاداو هالتطويل المدة متاع البروتكسيون دي بروفي ولاو لزيتا دون لو كندا دون لونيون اوروبيان اللي هي تبنات نفس القانون سنة 2004. احنا جايين احنا جايين داكورد اي او جايين دونك هذايا
يمكن المصنع المحلي للدواء الجنيس الجينيريك باش يبدا الاجراءات القانونيه نتاعو ويبدا الاجراءات التصنيعيه نتاعو ويقوم بالتجارب ويعدل ماكيناته ويصنع، ولكن ما عندوش الحق باش يوزع وما عندوش الحق باش يبيع. يصنع ويخلي الدواء نتاعو اون كارونتين، نهار اللي يوفى البروفي نتاع الدواء بروتيجي بار ان بروفي، اليوم تخدوه نص الليل ودقيقه عنده الحق باش يبيع. داكوردو، دونك هذايا سكيفي. ولكن لاحظنا احنا اللي وقت الدواء جنيس يدخل على دواء بروفتي السعر نتاع جينيريك جينيريك اي لو بري دو ميديكامون بروفتي شوت دو فاكتو. يا نعاودوها هذا وقت اللي الدواء كان وحده يتباع اي لا بوزيسيون دو مونوبول اللي عنده باش تخليه يطلب اعلى السوق. اي هذا موضوع كبير كيفاش نحدوا سوم نتاع الدواء مانيش ندخلوا فيه اليوم. اي وقت اللي يدخل له دواء جنيس وحده يطيح قرابه ال 50% بين 30 و 50%. هذا باش نخليها لهنا باش نحكي لكم بعد على الكلام كثير اللي هو ممكن اكسبسيون للشيء هذا، مين نرجعوا لهم بعد. دونك وصلنا لهنا المرحله نتاع مرحلة اللي فيها دونك ثم دويت كي تدخلوا الجينيريك يطيح يكسر سوم المارشي. دونك اذا كان نفهم انه بسيبتودين خو البيتادين هو جينيريك وهو مصنوع في تونس، والبيتادين هو البرينسيبس كيف ما يقولوها في اللغة، يعني هو سي ان ميديكامون امبورتي امبورتي فوالا امبورتي ويتعمل تحت تو ندخلوا لها ليسانس بعد في كموضوع مهم وشيق. به اذا كان بيتادين ونظير جينيريك يتكونوا من نفس الشيء وهما نفس الجوده، علاش الفرق نتاع السوق؟ تسويق. اش معنى؟ كيفاش تحب لابوغاتوار يبعث لك des professionnels de santé en voyage dans des paradis, en charge tous les frais, que ce soit de commodité ou de voyage, des restaurants 5 étoiles, donc هذوك كل intégré فسو des hôtels 5 étoiles. كونكريتمون كيفاش ياثروا على 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 المستهلك هذوما، يعني كيفاش من يعني عندهم شارج ديكسبلوتاسيون يعني ابسولومون ويقول القائد يعني سي كوم سي واحد اذا كان يسمي الافوكا يعني يبرون لو رول دو لافوكا دو ديابل يقول اش معناها؟ معناها لي غران لابوغاتوار لي سانوفي لي جي اس كا فايزر اي كومباني دونك اذا كان هما غاليين ان شاء الله مانيش نعمل لك مشاكل مع الاصدقاء. لا 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 يعني احنا نحكيو هوني بصفه علميه، ما قصدناش لا باش نقصوا من قيمه الناس لا بحد شيء. تبقينا فما واقع ما فماش كان لي فواياج لي زوتيل 5 ايطوال، شنو هي الحاجه الاخرى اللي تخلي اللي الاسوام غاليه برشا؟ اسكو تستحضر حاجه اخرى؟ باش تقول لي لا ريشيرش اي ديفلوبمون والله تخش عليك فكيت من اي هذا لاغيمون اوفيسيال ان توكا. هوني ان غران بوين دانتيروغاسيون، خاطر اون غران بارتي دو لا ريشيرش اي فينانسي بار لي غوفرنمون، ان با فينانسي بار لي لابوراتوار. بقينا وقت يوصل الدواء لمرحله معين يقع اشتراؤه ويقع الاستثمار فيه كأي برودوي فينانسيير. اي سي لا لو بروبليم. المشكل توا في القطاع الصيدلي مش في تونس برك، في العالم اجمع بما فيهم الولايات المتحده، بما فيهم كندا، انجلترا، نوفيل زيلاند، استراليا، المانيا، ايطاليا، كلهم يعانيوا من طريقه تسويق la méthode d'élaboration des prix. على خاطر ما فماش شفافية في كيفية تحديد الأسعار
وأسعار كلفة الدوائية معناها من مواد أولية من تطوير وبحوث. علاش؟ على خطر فما كما نقولوا احنا une mauvaise interprétation des résultats. ساعات الفلوس اللي عملوا بها البروموسيون الاشهار والماركتينغ يحطوها يدخلوها في البيدجي نتاع الريسيرش اي ديفلوبمون وهذا مش معقول به يعني لهنا باش يعطي صوره غلط لهنا نقطه مهمه برشا على خاطر انفيت تحديد سوم دوي هو واحد يقول اي حاجه نعرفش كراسه سومها الماتيغ بروميير نتاعها ترانسفورماسيون فالور اجوتي بلس لي زامبو اي لي شارج واللي مارج نتاع تولي انترميديير واضح واضح. ولكن الدوي سومو ماهوش نفس السيستم ماهوش سوم exact. لا ماتيغ بروميير بلس توت لي مارج الدوي هو حاجه اخرى ولي لابوراتوار فارماسيوتيك يقولوا لك يا خويا انا عديت 20 سنه نعمل في ريشيرش ديفلوبمون باغ كونسيكون عندي الحق باش يكون عندي ما يعرف في الميدان صيدلي لا موليكولا 1 مليون ولا 1 مليار سامحني انا مليون بلوك باستر 1 مليار دو دولار اللي كل عام تجيب له دون دونك لهنا انت ماكش موافق مع الديسكور نتاع لي لابو فارماسيوتيك ولهنا مانيش قاعدين نحكيو راهو لابو فارماسيوتيك اللي تفرجوا فينا مانيش نحكيو لابو فارماسيوتيك كانتيتي غير محدده تنجموا تدخلوا للفيدراسيون نتاع لي لابو فارماسيوتيك اوروبيان اللي هي ان لوبي قوي وقوي قوي برشا ويعني ناشطين في المجتمع المدني ومم سياسيين ينتقدوا تاثيره على Vous avez 40 lobbyistes par parlementaire européen. On a 700 wesh déjà. Exact. Donc, 10,000, 7,000. Il y a un budget à peu près 40 millions d'euros dédié uniquement au lobbying. Voilà. Donc, ce qui fait... Il y a trop de recherche et développement. Il y a un c'est le combat de David contre Goliath. بالنسبة للمجتمع المدني. Face aux lobbyistes, vous n'avez pas le même poids financier, vous n'avez pas le même poids en termes de ressources humaines et vous n'avez pas le même poids en termes de cartes visite et de réseau. Donc, par conséquent, Roma, ils vont gagner la partie. Ils pourraient la gagner. La logique les donne favoris. اي دونك دافيد نجم يربح كونتر كوليات نتاع الرجالي يلزم يذك يلزم يذك باهي دونك اذا كان نستحضروا دونك نقطه البدايه نتاعنا خرجنا من دو سيسمون زوز ادويه موجودين في الفارماسي وهالادويه هذيا الأسوامها مختلفة دونك خرجنا قمنا بتاريخ نتاع الملكية الفكرية من 1883 وتعدينا من 88 بعد 2000 وصلنا لليوم نمشيو للفارماسي نلقاو كيفاش أسوام مختلفة على خاطر مانيش قاعدين نخلصوا في الرويالتيز هكا الرويالتيز يعني مانيش نخلصوا في اللابوراتوار اللي تلعبك الطلعة هذيك على تطليع الطلعة هذيك به خلينا نقولوا يقول القائل بيتادين جايه من برا اي انا جوست باش نعطيك شيفر دونك بيتادين خرج في سيت اسمه فارما بيبرز انتريسون الشيفر هذا ايش يقول لك لي ريفو ميديكال سبيسياليزي اون ريسو بلو دو 258 مليون d'euros de la part des entreprises du médicament. 258 millions d'euros. Mitin ustin million euro. معناها ما يقارب 1 مليار de flous نحن. اي قاعد لو في rapprochement نجمو 1 مليار de dinars. اي كسح شويه. اي دونك دو كو سي 10 مرات ال بي بي نتاع تونس. قلت لي مليار ولا مليون؟ نو مليون. اي احنا البيدجي نتاعنا عاد كبير عاد مليون، اون ايه مليار. 258 مليون. 17 مليار دولار البيدجي نتاع الدولة التونسية. اي سي لو ديزيام براتيكمون. اوكي دونك دي ريفو سبيسياليزي ميديكال اللي خذاو هالكتلة هذه من الفلوس، شنو هي الكونتر بارتي؟
La contrepartie, Tahsin Sour. Et on est dans un contexte de corruption, pur et simple. Natique Mifel Echr. Enti jbet li qbila kifash yaqa tahdid al as'ar nta' al dwa haka wala la li yelzmek tfehmo li tahdid al as'ar nta' al dwa ma adch yaqa ala al qima al ilajiya li najm yqaddemha al dwa inma yaqa tahdidu ala hajtin al haja loula c'est sa capacité de rentabilité boursière au niveau des finances, au niveau de la haute finance, d'accord. Ou le haja thania li yaqa tahdid sa'r anahu aqsa sa'r tnajm tadfa'u les caisses d'assurance maladie. Hi la haqiqa tkhana lehna fi mawdou mohem w mohem barsha barsha اللي هو كيفاش يتحدد سوم الدويات أما أنا من قبل ما نتعمق في هذا حبيت نشير أنه تنشارك المتفرجين واللي تابعوا فينا تقرير قام به مجلس الشيوخ الفرنسي في 2016 لا فما تقرير آخر قام به مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة في ديسمبر 2015 فيه أكثر من 1000 ورقة ويعنى بدواء بدواء مخابر جيلياد ضد بوسوفير اللي هو سوفوس بوفير اللي تباع ب 84,000 أورو الكور واللي الحربوشة فاتت سوم آيفون فاتت 900 دولار عالم كبير هذا l'année en fait ce qui est intéressant c'est de voir les qu'on نحكيو في عالم وين متشعب ياسر en fait le flous ما عندهاش نفس المعنى نتاع دوله ولا نتاع يعني مجموعه من الدول ما نجموش نقارنوا الدول بالشركات هذه خاطر عندك دوله مخبر كوتي في وول ستريت الباتريمون نتاعو اكثر من 50 دوله افريقيه دو كوا اون بار الاكثر هي الانتيليجنس ارتيفيسيال نو في دي تور سمعك تحكي على وول ستريت يا اخي وريك خلينا نرجعوا دونك ما نجموش نقارنوا وقت اللي تشوف انت ان بي كوم السويد ولا النرويج ils ont envoyé leur ambassadeur auprès des très grandes entreprises وقت نحكي aux très grandes entreprises, c'est le type de GAFA. C'est des entreprises qui ont des milliards de dollars, qui ont un poids énorme. عام 96, فما مخبر عالمي طلب من الكونغرس باش يحط تونس على une blacklist اسمها la 300 special, la 301 special. هذه ليستا يحطوا فيها الدول اللي ما تحترمش حقوق الملكية الفكرية وتواجد تونس في ضمن الليستا هذية يمنحها من الحصول على قروض ومساعدات لكن جست نرجع للنقطة تهم الفونكسيونمون بتاع الاندستري فارماسوتيك على خاطر اللي قاعدين نشريو فيه كي نشريو الدواء اذا كان ماهوش فقط الماتيير بروميير دونك قاعدين نشريو في حاجه اخرى الحاجه الاخرى هذيك سميناها رويالتيز ا مومون وان اوتر نجم نقولوا كيف ما اي فرانشيز يعني يلزمها ترجع لما لها يعني ما لها ينجم يكونوا لابوراتوار موجود في لندن والا في باريس والا في واشنطن دونك بيان ايفيدامون اون بارل نحكيو على ديفيز نحكيو على ريزيرف اون ديفيز فاش قام اذا كان احنا تونس بلاد عندها اشكاليه في الديفيز اليوم فاش قام اون امبورت دو لا بيتادين كوبيرايتد اصليه اذا كان عندنا بيتا سيتودين شكرني بالخير سوء الحظ البيتادين سي ان اكزامبل دانجوستيس علاش
خاطر الوقت اللي تم صنعه قبل سنة 94 هما بداوا الحكاية وقت عام 96 فما ان بروفيسيونيل دو سونتي غلط كان يداوي في بنت الرئيس وعمل لها كومبريس ان بونسمون اوكلوزيف بالبيتادين اور ممنوع باش تعمل ان بونسمون اوكلوزيف بالبيتادين خاطر شنو اوكلوزيف سما معناها نسكروا عليه بسباغادرا وهي معناها طاحت تخبشت شويه اجتهاد منه اكسيدز حب يخبي جرح باش يتفضل حب يخبي جرح بوركو سافاسبو يا اخي وعمل لها بيتادين ونسى اللي ما يلزمش نعملوا دي بونسمون اوكلوزيف على بيتادين ونسى اللي ما نستعملوش البيتادين عند الصغار خاطر يعمل حساسيه خاطر جرة ليود ليود يعمل حساسيه كبيره بالاخص شي لو نوفوني اي شي لي زونفون B, donc ok, c'est l'histoire d'une injustice. Mais, je pense, Léon, tu vous pensez précisément à la personne. Donc, شدوا لي فارماسيان ريسبونسابل دي لابوراتوار حطوهم في الحبس وقت اللي خرجوا بطلوا الصناعه على خاطر البيتادين هذيك كانت مصنوعه في تونس اي واضح اوكي بطلوا الصناعه وحتى واحد ما عاد يحب ياخذ الريسك نتاع صنع البيتادين في تونس خاطر ضروا وهضموا لهم حق مصور متي معناها مصنع وصاحب راس مال وصيدلي يجي تحط في الحبس على حاجة ما عملهاش معناها فما ظلم هذو من الحكايات اللي ممكن زعما يقعدوا في الذاكرة صحيح جيماجين اللي كي فوزون ماركين توما دون لا بروفيسيون اكزاكت دونك اذا كان نرجعوا لهنا علاش الدولة التونسية قاعدة تجيب في دويات عندهم المثل عندهم النظير نتاعهم ارخص اللي تنتج فيهم من هنا في تونس بحكم كون المصنع التونسي ما ينجمش يفي بالمحتاجيات الحاجيات الشعب التونسي ملزوزين باش يجيبوا الدواء يتم استيراده من دول أجنبية تنجم تكون عربية تنجم تكون أوروبية المفيد أحسن غابور كاليتي بري داكورد اما الاشكاليه سي قاعدين نجيبوا في حاجه بالدفيز وقاعدين نبيعوا فيها اغلى نتفق معاك جزئيا باه كيفاش فسر على خاطر عندك انت في الدستور حاجه اسمها لا ليبرتي دونتربروندر ماهيش موجوده في الدستور كنت احكيو فيها باش يحطوها ما تعدتش لا موجوده تطلق عاود ثبت ممكن اي 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 تفضل حريه العمل و حريه العمل موجوده اي سي كوا سا حاسين اي تنجم ممكن اللي قاعدين يتابعوا ينجموا يصلحوا ان توكا سي 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 ان دووا كونستيتيسيونيل والمصنع لسوء الحظ الدوله ما حطتش بما انه هو باش يعمل انفستيسمون وهو باش معناه عنده كافه المسؤوليه باش يطور المعمل نتاعو في الاتجاه اللي حب عليه هو عنده كافه الحريه سوء الحظ في دولتنا ما فماش ميكانيزم اكتويلمون يمكن من توجيه المصنعين المحليين حسب حاجيات الدوله التونسيه هذا توا مش موجود يعني مش كل موجود. واحد ينجم يمبرتي ويتعدم الفارماسيست والمشكل وين سيكر تلقى مثلا 40 دواء مصنع نفس الموليكول واحنا ما نحتاجوش علاش خطر تلقى الكونسلتان متاع الاندستري عنده الدوسي ذاك يعمل كوبيي كولي il ne fait pas l'effort d'aller chercher de nouvelles molécules, d'aller chercher... Il y a un besoin énorme, ne serait-ce que pour les anciennes molécules. Wow. Je veux dire, ici, nous allons toujours revenir au muscle CSA de la
Alors, la corruption et les problèmes de gouvernance, ce sont essentiellement des problèmes de politique publique. يلزم سياسات الدولة تبدأ متوجهة في نفس الاتجاه الخدمة نفس الأهداف بطريقة تكميلية بين الأطراف الكل. به. donc là, nous avons une complémentarité بين l'Ukraine اللي داخلين في الدومين تاع. لهون المسؤولية الأكبر تجي على عاتق المصنعين المحليين. يا اخي انت كي باش تصنع ولا تدخل على المارشي يكون شيء اذا كان عندك لا امام الاوتوريزاسيون دو ميسيون مش في هذاك بالعكس انا نتصور لا الصيدله لا لا اداره الصيدله والدواء عملت دي ميكانيزم باش الاسراع عملت دي ميكانيزم بريفيرونسييل باش الدوسي نتاعها الجماعه ذوما كي يبدا يمثل صناعه نتاع الدواء يتباع محلي بالعكس يتعدى قبل الغير وعنده لا بريوريتي وعنده المسانده نتاع الدوله المفيد هو يلزم يكون في المستوى العلمي والمستوى الصناعي والمستوى القانوني المطلوب منه هذاك هو لهنا دونك ثم اشكاليه في التنسيق ما بين صناعيين تاع تويت بالنسبه ليك يظهر لي يا خاطر اي سا سي ان بروبليم كي كاركتيريز لونتربريز تونيزيان دون مانيير جينيرال علاش على خاطر هي اونتربريز عائليه تري سوفون الي سو كابيتاليزي وكي يتم احداثها يتم احداثها بنظره محليه نظرة محلية احنا ما عدناش مرشي كبير عدنا مرشي بتاع 10 ملايين بالبوفوار داشا اللي عدنا اللي كل يوم يتاكل معناها اذا كان انت تحب تعمل حاجة يزمك تعملها بنظرة انترناسيونال اون فيزيون انترناسيونال دومبلي باش تنجم وتعمل لها اون جيستيون بار دي بروفيسيونيل مش تجيب ولدك تحطه ديريكتور فينانسيي وتجيب ولد عمك تحطه ديريكتور دو بيرسونيل il faut du professionnalisme et il faut évoluer de cette vision de l'entreprise familiale à une entreprise continentale internationale régionale هذا كان ممكن جزء من الإجابة على علاش نلقاو زوز دويات اللي عندهم نفس الإفي ونفس الكاليتي ورغم اللي هما يكونوا بأسباب مختلفة جزء من الإجابة لهنا نحب نتعدى المرحلة الموالية ودلا من هالكيس ستادي ثم نقطة تحب تضيفها ممكن أي الدواء سعره ينجم يحتوي على برشا حاجات إذا كان يبدأ جنيس باش تخلص الماتيير بروميير اي لي زانغريديون لي زيكسيبيون سو كون ابل بلوس لو كو دو فابريكاسيون اي دومبالاج اي دامورتيسمون دو بروجي اوسي وإذا كان باش يبدأ برودوي سو ليسونس باش تخلص الماتيير بروميير بي وباش تخلص لي لا كوميسيون ديكسبلواتاسيون دو لا مارك نتاع لا مارك دو فابريك اي دو كوميرس يعني دقيقة لهنا كيقولوا احنا سو ليسانس تقولش علينا فرانشيز يعني بالضبط يعني هذه فرانشيز في الفارماسيان باش تكري من عنده الاسم وتشري من عنده لي ماتيير بروميير اي لي برانسيب اكتيف اذا كان ناخذوا يا سيدي الكلاموكسيل اي هي جي اس كي لابوراتوار انجليزي Au dernier nouvel. Glaxo Smith Klein Beecham. Oui. Les matières premières, M'tao. L'Égypte ferme l'Inde. Ou l'Égypte ferme. L'Indonésie. Jusqu'aux années 90, il y avait 5 fabricants de matières premières. Elle est. L'Alamajm. Wad. Yasmou l'Alamajm. M'bad, avec. Avec les nouvelles lois en Amérique ou en Europe, ils ont délocalisé la fabrication en Amérique latine, Brésil, et au sud-est asiatique. D'accord. Donc par sud-est, je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom.
منهم اندونيسيا الهند البلد اللي ذكرته منهم الصين سيرش حط عليه الهدف نتاعنا كنا نبنيو حاجه مع بعضنا مش اي اكزاكت دونك مثلا تشوف انت باغ اكزومبل les acides forts l'acide chlorhydrique l'acide sulfurique l'acide fluorhydrique qui a été utilisé en Turquie il y a quelques mois on offre donc du côté de l'Amazonie le Brésil et ouais. ça a causé pas mal de dégâts à l'environnement بعد وقع تطوير البيوتكنولوجي كان أسهل للدول الأوروبية باش تنقل الصناعة متاعها متاع المواد غادي خاطر ils sont moins regardants côté droit de l'homme مش كيما في بلدانهم يصنعوا les matières premières ويبعثوهم وياخذوا ويعملوا الامبلاج متاعهم ويتباع avec les prix que nous connaissons هذا هي تو فتحت لنا الحكايه نتاع منين يجيبوا لي ماتير بريمير ايوه باهي كان انا باش نمشي ناخذ كلاموكسيل اللي هذايا انتيبيوتيك والفكره من كلاموكسيل انه نفس المكونات نتاعو نجم كمصنع تونسي نمشي ناخذهم مباشره اكزاكت من الفورنيسور واصلا ممكن انا عندي علاقه وعندكم ماديه مباشره مع الفورنيسور هذا دونك خليني نقول سيدي كيس هذايا لهنا في عوض ما نتعدى من الكيس باش نشري من عندك علاش ما نمشيش نشري من عندك ديريكت ولا وجرات هذايا بالنسبه للتونس في ماده لينوكسابارين شنو تصلح هذا للدم باش ما باش ما يعملش تو تافي يشريو فيها من نفس المصنع في دوله من دول اسيا واضح علاش تم احراج انه نذكر اسم الدول جست من غير ما نسميه حتى لا ما ذكرتش اسم الدواء ذكرت اسم الماده الفعاله اي برينسيب اكتيف واضح فوالا هذيك انا نجم نذكرها اما بالنسبه للدواء مش جو مون اوكوب مش مشكله هذا الافونتاج تاع كادر كيف نكاي سك اكزاكت الهدف انه يكونوا اقل قيود ممكنه ونتعمقوا قد ما نجم وقد على طول ما نجم بالنسبه لي انا كمهني صحي يلزمني نحكي باللغه باللي برانسيب اكتيف ومش باللي لا فوالا مش بسمي دوي انا حتى نفضل لو كان خيانا للميدسان يقيدوا الدواء بالاسم العلمي خير من اللي يقيدوه باسم الماركه التجاريه وهذا اذا كان تحب تصلح واذا كان تحب تعمل اقتصاد تكتب باراسيتامول وما تكتبش اكزاكت اكزاكت فيرغون ولا نالغون دايور لو ام اس ال بوس لي ايتا ا ادوبتي سيت اتيتود واضح اي انتريسون باهي دونك دوكو هذه فكره نجم نطلبوا من لي فارماسي من لي الطب نتاعنا انهم يكتبوا باوي سا سري اون اكسلونت ايدي باهي مازلت ما فهمتش علاش ما نجمش نمشي نشري من عندك لي برانسيب اكتيف ولا لي ماتيغ بروميير ديريكتومون ويلزمني نتعدى من جي اس كا باش نعمل كلاموكسيلين اون بليس هذا انتيبيوتيك قديم يعني بنسيلين شو سامحني لاموكسيسيلين عندها 100 سنة راهو il faut pas tomber dans la banalisation اذا كان انت ما عندكش لا تكنولوجي اللي باش تصنع كون جو دي لا تكنولوجي قول لنا اي بالعكس هذايا سني با اونيكمون لا تكنولوجي سي لا تكنولوجي سي لو فارماسيان ريسبونسابل دو برودكسيون سي لو فارماسيان ريسبونسابل دو كونترول سي معناها انا يسيئني برشا فما حاجات مازلنا ناقصين فيها التكوين وقت اللي تشوف انت اون كروماتوغرافي اون فاز ليكيد ليتوديون يدخل وياخذ دبلوم وما يراهاش بالعين ومن بعد تحبوا يخرج يخدم في اندستري والقانون حسب الدبلوم اللي عنده يخول له باش يعمل الكونترول وباش ياخذ المسؤوليه نتاع كونترول اي اي دو يوتيليزي اون سي ال اتش بي بي دقيقه كروماتوغرافي
Chromatographie, CLHP, liquide à haute performance. D'accord, liquide à haute performance. Je ne vois pas. Non, la pureté des matières premières, la pureté des produits. Quels sont les produits? Est-ce qu'il y a une matière toxique qui a été introduite? Est-ce qu'il y a eu une matière interdite qui a été frelatée? Ou les parines frelatées avec l'acide chondroïtique. Donc, il s'est mené à tout. Ben, voilà. Donc, du coup, ça m'a mis ta technologie. من إيطاليا باش ينجم يخدم لي 3 رياكتور خاطر لي انجينيور نتاعنا نو سون با كاليفيي بور فير فونكسيوني ان رياكتور كيميك اذا كان يعمل غلطه يرحل البلاد انتريسون انتريسون هذا يعطينا بعض التواضع الحقيقه بي دونك فهمنا علاش توا ما نجموش نمشيو ديريكتومون ناخذوا لي ماتيغ بروميير من غير ما نتعداو من وي يلزمك تحضر هذا الكل قبل يلزمك تحضر الفورماسيون يلزمك تحضر لا فورماسيون دي كونسلتون اللي باش يجيبوا لك لي موليكول ويلوجوا ويعملوا دي باز دو دوني انهم لي برودوي كي فون تومبي دون لو لي بروفي كي فون تومبي دون لو دومين بوبليك ويمشيوا للمزودين نتاعهم ويعملوا لا سيليكسيون نتاعهم ويبداو هما يصنعوهم الاولانيين باش من بعد اول وحود ينجموا يبيعوهم للجوار وفي افريقيا هوني تبدا الخدمه الصحيحه نتاع السيكتور اللي انت بالنسبه ليك مازلنا ناقصين بعاد بعاد على الشيء هذا بعاد ثم نقطه هنا اخرى حبيت نطرق لها ويقول القائل احنا كي تلاقينا سيرشاد مالي كونفيدونس كي تلاقينا مع سيدي سعد مسهلي تلاقينا في اجتماع تقديم نتائج المفاوضات الدوره الثالثه من المفاوضات حول اتفاقيه التبادل الحر المعمق والشامل ما بين الاتحاد الاوروبي وتونس رسم طويل برشا نعرف يعني هذيك هي الواقع تلاقينا ان فيت وكانت فرصه سعيده بارك الله فيك سي ريسيبروك وان فيت يقول قايش بينا تو ما حكيناش على ليكا جوست هكا جبدنا عليها من بعيد لبعيد الاتحاد الاوروبي ليكا هي ماهيش في حد ذاتها اون فان سوا يعني الواحد ما يخممش فيها كيبدا يسوغاز ابارامون سي مومون بروبيس باش الواحد يخمم في برشا حاجات لا اون لوكيرونس نسيت بغيت من غير ما ندخلوا في لي ديفاغاسيون في لي ديغريسيون لا ليكا اليوم في حاله في الصيغه الحاليه نتاعها ثم نص يهتم بالملكيه الفكريه طبيعي قبل ما نوصلوا لليكا نو نحكيو على الاكور دو ليبر ايشانج اللي وقع عام 95 ما بين تونس وما بين لونيون اوروبيان الاكور داسوسياسيون تونس تو افي داكور الاكور داسوسياسيون لاني جوست نقطة اللي تبعوا فينا بيسكو فو ليفوكي سيدي اون فاسي انجاجي باش نحطوا على ذمتكم اولا تيرم دو ريفيرونس اللي خرجهم direction du commerce extérieur Jean Fiafi nous partage chez là où genre la cabinet chez un l'évaluation des accords d'association mais haja thania je rentre aux aides qui fait tam le dépouillement ou RTR le cabinet هذا اللي هو cabinet معروف من big four اسمه Ernst & Young mais ما عنديش مشكل على publicité هذا واقع كل شيء bah oui c'est des documents publics voilà نقطة الأخرى c'est que Lyon غرة مارس وفي غرة مارس المفروض يكون ديجا عندنا الرابور انترميديير نتاع ارنست اند يونغ اون برانسيب حسب لي دليل يكون ديجا حاضر اذا كان مش تبعث اذا كان مش تبعث يكون حاضر وتبعث يكون بوبلي خاطر في لي تيرم دو ريفيرونس اللي باش يكونوا متاحين لكم باش تشوفوا انه ثما دي زونجاجمون دي ليفرابل كيف ما يقولوا دي اوتبوت اللي انجاجي ليهم الكابينيه
ou en l'occurrence le rapport avec. Avec, c'était pour la petite anecdote et surtout pour une incitation de l'État barfine à M. Talao à la mawqa bar-amil.tn et des filles par l'ajoubel à Salahidi. Taoua, l'accord d'association est-il fait de Chara comme ta 95 Ken fait trois articles qui pouvaient être très dangereux pour la Tunisie. C'est l'article 36, 37 et 38. Il dit que Bima fih khulasa, démantèlement de tous les monopoles d'État, y compris celui de la pharmacie centrale. Nesl في القطاع المهني يقول لك اللي الفارماسي سنترال هي مكسب وطني. علاش مكسب وطني؟ على خاطر هي تراعي هي البروتيج لاكسيسيبيليتي او ميديكامون لاكسيسيبيليتي فينانسيير او ميديكامون. دابور هي شركه وطنيه دونك الا لا سولفابيليتي دو ليتا. D'accord. بالنسبة للمخابر الأجنبية ولا حتى محلية اللي باش يتعاملوا معها ولو كان أجل خلاص طويلة شوية لكن خلاص هم مضمون بحكم الانجاجمون تاع الدولة. اوكي اذا كان لنا لابوراتوار براني نبيع لتونس ما نجم نتعدى كان من الفارماسي سنترال exactly. هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه مهما كان نعرف انه انجاجمون تاع دوله اصح من انجاجمون تاع شركه تنجم تفلس ولا تنجم تسيب بالضبط الحاجه الثانيه سي كو لا فارماسي سنترال الا الا était délégué par l'État pour assurer le monopole d'approvisionnement et d'achat de médicaments. Est-ce معنات هي techniquement بال langage économique هي elle fait un monopsone. معناها عندك une concurrence un monopsone. OK. La concurrence est libre entre les fournisseurs et la concurrence est libre entre ses clients. Elle joue le rôle d'intermédiaire. C'est comme une banque centrale. Elle régule le marché et sauvegarde les prix. Voilà. D'accord. Donc, elle a un rôle social très important. La OKNJET, et je suis content parce qu'en 2003, nous avons fait un travail qui a été publié par l'OMS. انا والفريق اللي كنت ممنون برشا اللي خدمت معاه entre autres سي عمر التومي استاذي الدكتور جيل باردلي كي ان فارماسيان فرونسي فونداتور دو لا ريفو بريسكريغ avec l'OMS Reggie Valerio avec un les, groupe tout à fait, d'auteurs et de spécialistes Laurent Martin en France voilà. Et donc qui a mal tout le papier HV papier scientifique absolument les, absolument il va qui fait دور اساسي نتاع pharmacie centrale voilà اساسي بالنسبه للدوله التونسيه بالنسبه للمواطن خاطر يحافظ على الاكسيسيبيليتي فينانسيير او ميديكامون و اساسي زاده بالنسبه للمزودين نتاع تونس الاجانب والمحليين ما تنساش لي فارماسي سنترال سي لا بروميير اندستري تونيزيان فارماسيوتيك لونيتي نتاعها صفات ما فهمتهاش النقطة هذي أول صناعة دوائية في تونس عملتها الفارماسي سنترال ومن بعد بدلت الاسم وخلقت شركة اسمها السيفات اللي هي التوا موجودة داكورد أوكي لهنا النقطة أنت بجينا باش نحكيو على ليكا اللي هي كانت الفرصة السعيدة اللي تشرفت بها بيك يعيش يقول قايل علاش باش نحكيو على ليكا على خاطر دابيتود ممكن الحوار الآخرين اللي كان عندنا مع لخيين من لوتاب من سيناكري سي كريم داود وسي بالعكس سي خالد وراك وسي كريم داود دون لوردر كو جو سالو دايور كانوا موجودين معنا لهنا وتحدثنا على الفلاحه مي برانسيبالمون على لي ميزور سانيتير اي فيتو سانيتير اي على الامباكت تاع لاليكا
الى حد الان احنا قاعدين نحكيو توا حدت القاعده الحقيقه دوبي اونور على هالبروبريتي انتيليكتوال وما جبدناش على لكاش بدنا حاجه اهم وانت سطرت بالقوي 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 على ان باساج ما نجموش يكونوا عندنا دي مزور اقل من لي مزور اللي تم الاتفاق عليهم في الاو ام سي في التريبس هذايا لاكور تريبس واضح لهنا اسكو نجم شكون يشترط عليك انه يكون عندك حاجه بلو ريغوروز اصعب اكزاكتومون الوغ باش نتفاهموا شنو الفرق العباد تسال شنو الفرق بين لاكور تريبس وبين لاليكا فقط اللي خلطوا علينا لاكور تريبس هو اتفاقيه صحوا عليها بلدان 134 دوله وفيها كل ما يخص الملكيه الفكريه في التجاره ما بين الدول وداخل الدول خلينا نبسطوها من غير ما اسكو ثم دولة نجم تجبر دولة أخرى باش تكون عندها ولا انتيتي نجم تجبر دولة أخرى باش تكون عندها دي نورم بلو ستريكت ان ماتيير دو ريسبي دو اكزاكت الوغ بروبريتي انتيليكتوال دون لي ميديكامون الوغ هو في الحقيقة لاكور دو لو ام سي لاكور تريبس سي لاكور دو جات 1947 رومي à la mode ok في لاكور du GATT 1947 octobre 1947 et je crois que dans l'article 24 nous avons des accords commerciaux mais on peut prévoir des exceptions et les exceptions c'est ce qui ne s'applique pas sur les lois de l'accord sont les unions douanières et les zones de libre-échange. L'union douanière, c'est l'Union européenne. C'est la définition même de l'Union européenne. Et la zone de libre-échange, c'est une autre chose, nous avons fait des maillères qui sont complètement les maillères qui ont fait l'attifak avec les autres pays. واضحة jusqu'à présent d'accord ou l'accord de l'OMC et l'accord TRIPS prévoit ces exceptions prévues par l'article 24 du GATT ب ولكن زيدو بسطوها d'accord ب تو نجيو zone de libre échange هي لاليكا واضح zone de libre échange بين شكون وشكون بين تونس والunion européenne واضح donc du coup وقت اللي تقرا انت لو بروجي داكور يقول لك كو سو بروجي داكور دو ليبر ايشانج كومبلي اي ابروفوندي خاطر سي لابريفياسيون تاع اليكا كامل ومعمق شامل ومعمق اي فعلا ان راو المهمه نتاعو كوننا نوصلوا والاقصى حد والأعلى حد في حماية حقوق الملكية الفكرية وهوني الفرق ما بين التريبس لاليكا بروتيج تون ابروتيجي لو ماكسيموم دو دروا دو بروبريتي انتيليكتويل اي لو تريبس بروتيج لو مينيموم وحنا يلزمنا نلقاو بلاصتنا بين زوز واضح Donc par conséquent, l'année de l'ALECA, c'est une plus stricte ah, oui, absolument. En termes de propriété intellectuelle. Oui, absolument. Sanofi, par exemple, n'a pas une société les principes actifs, mais n'est pas, malheureusement, dans la habitude. Le qui a la force dans le terrain, الاتحاد الأوروبي خاطر هو فيه أهم شركات العالمية في إنتاج الأدوية فإذا كان باش يفرض على تونس دي مزور بلو ستريكت بروبريتي انتيليكتويل دونك شركات تاع الاتحاد الأوروبي هي باش تستنفع منه أكثر من مستهلك التونسي ريزونمون راسيون يعني سامبليست ممكن قل لي ممكن أنا يعني إذا كان جينا احنا ننجو برشا أدوية يدوكو لي بروفي التوانسة باش يكون محكوم في أوروبا القوانين مجعولة باش تحمي القوي. سي مبدل ليكتور بوليتيك دو دروا. لا
C'est la réalité. Anti qui tchouf. Oui et non, en fait. Non, 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 non. Je n'ai pas dit que je suis un peu Laurence Lassig. Laurence Lassig, c'est un professeur de Sciences Po, entre autres à Harvard. Et c'est quelqu'un qui a travaillé sur les processus démocratiques. Et c'est quelqu'un qui a innové en matière de Sciences Po en créant le concept de tuidisme. Le tuidisme, c'est tout simplement le fait de parasiter ou de corrompre la démocratie par le lobbying. C'est par référence à un homme politique américain, Tweed, je pense John Tweed, qui a vécu en 1873 et qui a donné une formule assez spectaculaire qui reste encore valable. Et c'est cool. Il coule qu'importe le vote à partir du moment où je désigne celui qui va défendre mes intérêts. Donc, les lois qui seront produites, mais ils ne sont pas utilisés pour le salah al-am. ولكن باش يخدموا اقليه اقتصاديه وسياسيه هذه نظريه في العلوم السياسيه ماهيش فورسيمون ماهيش فورسيمون يعني لا نظريه ونظريه والتطبيقيه اي مش قراءه من قراءه لا 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 نظريه والتطبيقيه علاش وقت اللي انا حكيت لك قبيله في اول لقاء نتاعنا قلت لك يا 40 لوبيست بار بارلمونتير واضح Et que la société civile ne fait pas le poids. Et le meilleur exemple, c'est le glyphosate. Avec glyphosate, c'est un composant chimique. Il y a des sèmes, il y a des sèmes, il y a des sèmes, il y a des sèmes. اللي ولات مايير توا اللي هي في نفسها تنتج الدواء بغيف اللي ينتج بون ليستواغ دي لابوراتوار خلينا ندخلوا فيهم هذيك حاجه اخرى ولكن خلينا ناخذ اذا كان في الليكال هنا تقول انت القانون ما يعطي الامكانيه للضعيف باش يدافع على روحه ما يعطيش الامكانيه للضعيف باش يدافع على روحه خاطر هو القانون القوي خاطر لارمونيزاسيون لو نيفيلمون نو سو في با بار لو با لو نيفيلمون سو في بار لو هو لهنا مانيش لهنا باغ اكزومبل نخاف لو ندخلوا في مساله في حوار حول العلوم السياسيه اللي نجم يهزنا لبعيد خاطر هذا سان دومين باسيونال انا اللي نحب نقوله لك وعارف اش قاعد نقصد من قبل جو نون دوت سي كو لا ليكا بو اتر اون بون شوز بور نو كوم il peut être une mauvaise chose si on ne prend pas les décisions nécessaires حسب رايك شنو اول حاجه نجم يكون باي كونه يحسن من اداء الاداره في تونس خاطر يولي عندك ان ريفيرونسييل امور واضحه ديجيتاليزاسيون ديمينيسيون تاع لي زوتوريزاسيون خاطر البلاء الاكبر في تونس هي حاجه اسمها اوتوريزاسيون سي خاطر تاع مونوبول انديريكت تو تافي تعطيك ان بوفوار ديسكريسيونير ومادام عندك انت ان بوفوار ديسكريسيونير دون لو بروسيسوس دو برودكسيون des décisions madame عندك مشاكل وما تلقى حتى واحد فرحان لا الاداري فرحان لا لوبيراتور ايكونوميك فرحان لا المواطن فرحان ب en fait c'est passionnant maiden هذه على خاطر فحال فيتو احنا خرجنا من بيتا دينا Oui, il est pluridisciplinaire. Mais en fait, on s'en est demandé qui fait ce qu'il y a dans le pays. Je connais un document dans le pays. Allez, je vais faire un canon. Et si la vérité, c'est bien pour qu'on se pose ce genre de questions. Ou si la vérité, c'est pour qu'on se pose ce genre de questions. C'est une stratégie qui est en train de se faire. Dans le pays, dans la santé, dans la tijara, dans le pays. فينانس في كل شيء خلينا نرجع سلاسه على موضوع لهنا القانون يحامي هو يعكس نظره القوي اوكي به نجيو نشوفوا التريبس مثلا نرجعوا للزكام تاع الويم سي خرجنا من هذيك ثم في التريبس حاجه اسمها لي ليسونس اوبليغاتوار وي سي لارتيكل 31 به هذه ليسونس اوبليغاتوار علاش الدول اللي كيف ما مثلا
الهم لهني بس دوني قديم يعني هم الكل وقع on a utilisé les flexibilités 155 fois par 81 pays dont في العالم اي فوالا يعني في العالم كندا tout à fait Canada, l'Argentine, le Brésil, Zimbabwe, Chine, Kenya, Russe, Sénégal, Malawi, Canada, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, ces sont tous... Ces sont tous les bases en termes financiers. Ah bah oui. Mais c'est juste une façon dont la licence obligatoire est... C'est un noyau. Oui, vas-y. Les sont tous la licence obligatoire, quand un génériqueur, par exemple, يجي يحب يتفاهم مع مصنع نتاع برينسيبس لا موليكول بروتيجي باغ ان بروفي نسميوها برينسيبس اي داكوردو وقت اللي يحب يتعامل معاه والاخر يستعص عليه ولا يطلب عليه الغلاء برشا عمن حقه باش يشكي به للدوله والدوله معناها على طريق القضاء يبت القضاء وينجم يعطيه يحد القضاء يحدد عقد سعر الكونترا ويضبطه واضح هذايا من الاول نمشي نشوف على خاطر ما نجمش هذايا فيما يخص لي تيير لكن فرض زاد اسكون ابل لي ليسونس دوفيس لي ليسونس دوفيس هذايا يستعملوها الدول اون كا دورجونس وقت اللي تبدا عنده ايبيديمي وقت اللي يبدا عنده مرض موجود بزايد لكن اسعار الدواء تبدا مشطه عنده الحق باش يستعمل لا ليسونس دوفيس كيفاش هذه ليسونس دوفيس لو بيزوان تاعها يحدو السيد وزير الصحه نتاع البلاد المعنيه نتاع البلاد المعنيه والسيد وزير الصحه يطلب من السيد وزير الصناعه باش يعطيه l'autorisation de fabriquer ou الدولة وزارة الصحة تنجم تتعاقد à travers un appel d'offres national ou international pour la fabrication de ce médicament حسب les nécessités technologiques حسب la maîtrise technique ou حسب la disponibilité et la particularité du produit. Donc la licence d'office est un mécanisme qui permet à الدولة في حالة استعجالية انها تكسر بروفي من الاخر. بالضبط كيما تعمل الولايات المتحدة. قداش مرة استعملت تونس الميكانيزم تاع حتى مرة ما استعملت حتى فليكسيبيليتي. علاش؟ يظهر لي الاطراف اللي كانوا موجودين كانت عندهم من المال. لا كانت عندهم من المهارة ما خليتهم يتجاوزوا هذا لكن سوء الحظ الأغلبية متاعهم مشى للروتريت وفما شكون يخدم البرة واحد يعني يدخل ننزي كانوا فما أشخاص في وظائف معينة دي نجموا يتصرفوا باش ما نوصلوش نستعمل دي ميكانيزم متاع الزكار متاع بروبريتي انتلكتوال مي نوصلوا فهمة بيلاتيرال مع لي لابو باش نعطيك مثال صغير انت سألتني عدة مرات علاش مخابر سانوفي افنتيس جات لتونس وعلاش مخابر فايزر جات لتونس وعلاش جات لتونس على خاطر رات من الصالح كونها تبدا موجوده فيها وما جاتش في الكادر نتاع الارتيكل 8 برانسيب اللي هو ترانسفير دو تكنولوجي مي جاو علاش على خاطر المسؤولين هذوما عملوا منظومه باش تحمي بها السوق التونسيه وقت يقول لك وقت الدواء يبدا مصنع في تونس انا فاش قام نجيبه من البر ولاو هما باش يتفاداو هذا نسميوها تكنيكمون لا كوريلاسيون اللي هي مخالفة القانون نتاع تريبس لاكور تريبس لارتيكل 3 انتيتولي تريتمون ناسيونال مخالفة وعلى ذاك تم الاستغناء عنها في سنة 2005 دونك بور كونتورني لو بلوكاج كوميرسيال جاو عملوا مصانع في تونس باش ينجموا يسوقوا الدواء نتاعهم داكور دونك بعض من الدويات اللي قاعدين نستهلكوا فيهم مثلا كيف ما يعني مثلا في اللي هما توا تبارك الله مخابر باهين عندهم جوده عاليه عندهم جديه عاليه ولكن نهار تلقى فرصه مخير باش يمشي للمغرب ولا الجزائر ما همش باش يخموا برشا واضح
إذا كان نتعديو دونك تونس ما استعملتش كومون دير لي فليكسيبيليتي هما دابور. مي بالنسبة لي كذا حاجة باهية إلى حد الآن. Il y a toujours la possibilité de faire recours aux flexibilités, mais il faut que nous disions que nous avons le droit. Il faut que la Tunisie soit en train de faire les flexibilités prévues dans l'accord TRIPS pour toutes les fois. C'est clair. Il y a شنو هو لي فليكسيبيليتي؟ لي فليكسيبيليتي عندك لارتيكل 6 دو لاكور تريبس يقول لك ليبويزمون دي دروا دو بروبريتي انتلكتويل وقت اللي انت تبيع لو غروسيست في اوروب بسعر معين. وانا كي نجي باش نشري من عندك تعطيني سعر اغلى من اللي عطيته للسعر الموجود نتاع الغروسيست خاطر يعمل معاك شيفر دافير اكثر خاطر هو يكوفر اون زون بلوز امبورطونت. انا كي عندي امكانيه باش نشري من عند الغروسيست بارخص نشري من عند الغروسيست. وهذا مش تونس اول واحده عملته, هذا لا غروند بريتاني اول دوله استعملته في لي زاني 83 سي مارغريت تاتشر كي ا كومونسي لا بروميير قمه الليبرالي. واضح داكوردو. لا دوزيام فليكسيبيليتي C'est l'article 30 de l'accord TRIPS. C'est l'exception en bolar. Un an de Mosana, il a bien son adoué un contingent fédéral, mais Hakib s'nati le mécanisme pour éviter le prolongement technique de la protection du brevet. بطريقة قديمة البروفيه محمي 20 سنة. أكاهو. أما مش 20 سنة ونهار, مش 20 سنة وعام, مش 22 ومش 24. هذوما دي فليكسيبيليتي. مازال لا ثوازيام فليكسيبيليتي سي لي ليسونس اوبليغاتوار اي لي ليسونس دوفيس اللي حكينا فيها من قبل. ونجمو نسميو هذه ماهيش فليكسيبيليتي, مي ثما دي ليسونس فولونتير اونتر كيمي عيطوا لها dans certains articles qui c'est pas un terme de loi. Oui, oui, oui. Les licences volontaires ou un واحد يعمل licence production sous licence نجم تثبتها في البواط نتاعكم تلقاو مثلا les licences volontaires voilà les licences les licences tout à fait les licences volontaires c'est un accord mabine le fabricant local ou mabine le titulaire des droits de propriété intellectuelle et les bistadiques بعد comme corollaire les royalties et les marques de fabrique et de commerce. واضح. إذا كان الإيكاردو تدخل حيز نفاذ حسب النصوص الموجودة اليوم ثم ثلاثة نقاط. أوه دقيقة ممكن متفرجين ما شافوش أنت كي قلنا كان الإيكاردو تدخل حيز نفاذ سمكيت. واضح. أوكي en trois mots en trois points شنو ما les trois points les plus inquiétants بالنسبة لي. أول حاجة ربطان البروفيه باللامام معناها لاكورس أليكا باش يفرض على تونس ما عاد تعطي حتى اوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي بور نيمبورت كيل ميديكامون نوفيلمون انرجستري او ديبوزي اوبري دو سيز اوتوريتي دو سانتي تفرض عليه ما تنجم تسجلو الا ما يجيب لها البروفي نتاع داكوردو. وهذا سي لارتيكل 44 باراغراف 1 دو لاكور دو بروجي داكور دو بروجي داكور نتاع الاتفاقية نتاع لاليكا. وهذا مخطر برشا. علاش الحقيقة خاطر نحاولو نبسطوها. إذا كان أنا باش نمشي نخرج دوي مثلا مهما كان انتيستامينيك خلينا نقول ضد الحساسيه يركح يرتح من الحساسيه وما ينحي لي سمبتوم نتاعها. اذا كان الدواء هذايا انا باش نخرجوا في تونس دونك يلزمني اوتوريزاسيون دو ميس سور لو مارشي اللي تعطيها لي وزاره الصحه وبالذات ديريكسيون فارماسي ميديكامون. قبل ما تقبل قبل لا ميم يسمك البروفي. بطبيعة خاطر كان انا اللي طلعته باش نصب عليه بروفي سينو باش نقلو عليه. توتافي باهي كي نصب بروفي نمشي نصبو ولازم ننشر
كيفاش انا لقيته وشنو هي المكونات نتاعو والعباد الكل يعرفوا ما مناش باش نستعملو هذاك المشكل اللي فينا انا جينا حاضر لها فهمتني دونك النقطه الاولى دونك ما نجمش نمشي نصب اوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي نمشي ندق على لينوربي نقولها يا لينوربي ولا يا جيران تاع بروبريتي انتيليكتويل ولا البروفي تحب نحكيو على لينوربي ومن بعد نرجعوا لسؤالك لا مسير خلينا لا 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 مهم دابا لو كان نقعدوا في لا باش نرجعوا لينوربي هي اللي تعطي لي بروفي اكزاكت خاطر توا فما حاجه جديده تبدلت ما تقوليش ار ان او ديت ماهيش تبع الريجيستر ناسيونال دي زونتربريز لا اي بي اس بي اس مي لا فما حاجه جديده تبدلت اللي هي اتفاق ما بين لوفيس اوروبيان دي بروفي اوكي وما بين لينوربي اللي هو دخل حيز التنفيذ تقوليش في 1 جانفي 2019 نو دخل حيز التنفيذ 1 ديسمبر 2017 هو تنشر في الرايد الرسمي باربع لغات الحقيقه هذه حاجه تلفت الانتباه تنشر بالعربي بالفرنسي باللونجلي وبالالمان سي غار انو نشوفو ان توكا الواحد يتابع برشا في الرايد الرسمي التونسي سي غار انه نشوفوا النصوص تتنشر بلغات مختلفه في لي دو فيرسيون باش يوريك الامباكت نتاعو وقيمته هذيك تو نجيو من بعد علاش على خاطر فات حتى لي بروفيسيونيل تاع لي اندستري فارماسيوتيك كي سالتهم على البروفي هذا على التريتي هذا ما يعرفوش ما عندوش امباكت علينا لا خلينا نرجعوا جوست لاني اتونجيو على هذيك هذيك على خاطر اون فيت قصه عربي كما نقولوا على لك وكيف مثلا برشا قصات عربي اللي نوتامون حكينا فيها الفتره اللي فاتت اللي هي قانون السلامه الصحيه اللي هي قصه عربي زاده في دومين اخر دونك كيف مفرحتش بيك لا يعيشك نو سا مسوفي لو مسوفي لارجمون ميرسي يعيشك Non, pas de sucre, pas de sucre. Pas de sucrerie ? Non, merci. Vous recettez un peu d'eau ? Là, on a dit monter, merci. Donc, pas de vous pouvez regarder, vous savez, je ferme une petite interruption. Là, c'est les conditions du direct, donc... C'est un direct convivial. Eh, il est très convivial, Merci. L'objectif de l'aide à l'arrivée, c'est de garder une trace humaine, une trace vocale, une vidéo, une réflexion. Alors, je nous avons fait ces études de l'aide à l'arrivée 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 de la pharmacie centrale, de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée انا هما الطرق المتاحه قدامنا ومش يجيو يقولوا لنا هذا الطريق الوحيد اللي لازمنا نمشيو فيه وهذا الطريق الوحيد المتاح اي اون ا كارشوا دونك تنجيوها لوفيس اوروبيان دي بروفي و لينوربي نجيوها ولكن خلينا نقعدوا توا في النص هما ثلاثه 3 باراغراف هما سي 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 دغول خاطر صغار برشا يقول قايل كيحلل لي كا وكيف ما طرقنا لهم بون ما فماش حتى كاتيجوري من لي كا تحكي على الصحه تحكي على الادويه Déjà, propriété intellectuelle. Oui, brevet et santé. Voilà. Donc, tu as fait un petit peu de temps. Tu as fait trois articles. Ils ont fait un petit peu de temps. Mais la chérie, c'est un petit peu de temps. C'est. Période de protection complémentaire. Le mode de la vie. Voilà. ça va تفضل قاعد باش نخرج تكست قدامي مادام احنا قاعدين نحكي دونك قلنا اللي لاكورد تريبس يعطيك ان مينيمال دو غارونتي دي دروا دو بروبريتي انتيليكتويل ولا لكا يعطي لو ماكسيموم بوسيبل احنا هوني اش قعد نظمنا البروفي عطيناه 20 سنه عطيناه بالنسبة للبروسيدي وعطيناه بالنسبة للبرودوي داكورد شنو اللي قعد جوست نتذكر 2000 جانفي 2012 بارتناريا بريفيليجي لا حاجة لا وقت أول حكومة من بعد انتخابات أواخر 2011
وقتها ديجا مشاو بعض أعضاء الحكومة زاروا الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية وطلبوا منهم سكون أبيل لو سيرتيفيكات كومبليمونتير دو بروتكسيون. وجاوبنا احنا وقتها المسؤولين مشكورين على الثقة متاعهم، تبناوا طريقة الدفاع اللي اقترحناها اللي اقترحتها كون سيرتيفيكا كومبليمونتير دو بروتيكسيون، هذه فترة حماية إضافية بين 5 سنين وتنجم توصل ل 13 سنة. يعني البروفي وليت له من 20 سنة 33 سنة اكزاكت، وما فهمتش اللي يخلق الموليكيول ولا اللي لقاها هو اللي ينجم يبيعها بالضبط. هذايا اش معناتها سيرتيفيكا كومبليمونتير دو بروتيكسيون؟ معناها نزيدوه في المده و دونك. لكن مع لا ليكا شنو اللي ينجم يحصل؟ كون 20 سنه ما عادش كافي، نجمو نعطيو من الاول 28 سنه كما عملت بعض الدول العربيه اوكي في الشرق الاوسط. ما ينساش حتى في المانيا ثم اكور مع امريكا اللي سيري مفعول اي اكزاكت، واللي فيه مده حمايه اضافيه لبراءه اختراع. لا 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 اون بارل با انكور دو سيرتيفيكا كومبليمونتير دو بروتيكسيون. نحكيو لي بروفي طولهم في الاصل في عوض يعطيك 20 سنه من الاول باس، يعطيك 28 سنه. وشكون يعطيه؟ الاردن. لا لا شكون يعني الهيئه نتاع الاردن يعني اللي تعطي الاردن كدوله تبنات كونها تحمي في القانون نتاعها براءات الاختراع 20 سنه فيما يخص الادويه، 28 سنه فيما يخص الادويه. رغم ان المنظمه المنبثقه من الاو ام سي اللي هي تعطيك 20 سنه واللي هي تعرف البراءه انها حق استئثاري يمنح نظير الاختراع. اش معناتها حق استئثاري؟ هات نفسروا اش معناتها بروفي. لو بروفي سي ان تيتغ دو بروبريتي، تيتر بلو سيدي، سي ان تيتغ دو حق ملكي. شنو يعطيك؟ يعطيك لو دووا ديكسكلور لي زوتر دو ليكسبلواتاسيون دو فوتر بيان كي اي بروتيجي بار ان بروفي. معناها هو حق اقصاء الاخرين. واضح، هذا هو اش معناتها بروفي. دونك الاخرين ما ينجموش يستعملوا. بالضبط. في تونس احنا اونيا 20 ans اي بور لو مومون. في vous êtes très optimiste. المنظمه دونك اللي زارها رئيس الجمهوريه لوي بو كان فيها 2 3 jours كي كان في جنيف. سا برومي لا اي. ورغم اللي سمعت الديسكور نتاعو ما جبت على حتى مره على اتفاقيه التبادل الحر، وما جبت حتى مره على المسائل اللي مرتبطه بالولوج وحق الولوج لل دونك عندي الحق كي نخاف. اي بي دونك ديكو الويبو تقول لك 20 سنه زاده عموما 20 سنه سي ا مينيما سو سون لي ريغل اونوزيان هذوما داكور لي ستركتور اونوزيان يقول لك 20 سنة سي لا ريغل ا مينيما اقل فترة نجم، اما انت حر باش تعطي اكثر من 20 سنة. لكن القوة وين؟ القوة في قوانين الدول اللي تحترم مواطنيها واللي تدافع عليهم، كونها تقول لك انا نجم نعطي 20 سنة ونجم نعطي أكثر من 20 سنة، أما يلزمني نحط شروط صعيبة برشا للتمتع بالبروفي. واضح. إي سا سي لا فورس دي زيتا. دونك سي لي كونديسيون دو بروفتابيليتي كي سون تريز امبورتونت. إي إل فو كيل سوا فريمون كيل برين أون كونت دابور لاكسي أو ميديكامون، كيل ميت أون فالور et qu'elles prennent en compte le citoyen en premier lieu, ensuite les opérateurs économiques. L'ordre d'enchaînement des priorités du Mojoudin Lyoum selon le système actuel dans les brevets, dans les périodes de protection complémentaire. Donc, Anne,
مدة إذا فيها لحماية البراءة هذه حاجة الأولى اللي تنجم عدنا المدة الأولى 20 سنة نجم نطولوا فيها نجم نوصلوها حتى ل 28 سنة واضح هذه حسب الاتفاقية لليكا واضح وفوق المدة نتاع 20 سنة وأزيد نجم نزيدوا مدد أخرى نسميهم سيرتيفيكا كومبليمونتير دو بروتكسيون هذا كله موجود في لليكا اكزاكت واضح به حاجة به به نقطة أخرى من بكري كنا نحكي وحكي لك كيفاش واحد يصب دواء كيفاش واحد ينجم يصب مثلا دواء يسميه ما نعرفش أنا مقروض به المورال مثلا مقروض قروين هذا يجي من قروين وتفضل بارك الله فيك كنت البارحة بعدي مقروض القروين ما نجمش نمشي أنا لوزارة الصحة باش نبيعو كدواء ديريكتومون لازم نمشي نجيب البروفيت كان انا يطلع السكر كدواء سيدي ولا سميوه دواء ام مثلا يلزمني ناخذ عليه بروفي باش نحمي حقوق الملكيه الفكريه نتاعي بعد نمشي وزاره الصحه باش نعمل يعني لوتوريزاسيون تصريح على البيع في السوق اذا كان البروفي نتاعك اون ريغل اس مومون لا الدوله ولا الاطارات نتاع الصحه ينجموا يباشروا مهامهم لدراسه الملف نتاعك فيما يخص رخصه التسويق اي دونك داكوردو وقتها اذا كان ما عندكش بروفي ديجا اليميني على باس واضح نتلاتو داكوردو دخل لك في الحكايه هذه اه هوني باه علاش يعني شنو هي الاشكاليه لهنا الاشكاليه كونها لا بروسيدور اكطويل المفروض احنا عندنا ضمان نتاع دوله وقت اللي نحكيوا على دوله كونها تضمن حقوق الفاعلين الاقتصاديين حقوق المواطنين وحقوق الدول امثالها واضح داكوردو ما نجمش ومن هذايا معناها لان دي برينسيپ فونداتور دو لا ديموكراسي دون لا ريفليكسيون روسويست سي لا سيباراسيون دي بوفوار هكا ولا لا باش قالنا مونتسكيو اي توت افي ايش يقول لك يا خويا انا اوتوريتي دو سونتي كيما الدي بي ام كيما ديريكسيون دو لا فارماسي دو ميديكامون نتلهى كان بدراسه العمام جيب لي الدوسي نتاعك مطلب نتاعك باش تاخذ عمام نشوفه ونثبت داكورد اذا كان مريقل تاخذ العمام نتاعك اذا كان ما يلبيش الشروط القانونيه باش نطلب منك باش تكمل اوراق وباش في اجال معقوله واذا كان انت ما قمتش بها باش يقع طوي الملف وترسيلك تعاود الاجراءات من جديد داكورد لي نوربي يلزمها تتلهى بتوسكي بروفي خاطر لي كومبيتونس نتاع لي نوربي ما همش لي كومبيتونس نتاع وزاره الصحه وللإشارة السيت متاع الدي بي ام تخش عليه سيت جاي من كوكب اليابان يعني إن شاء الله إن شاء الله يتحسن المدة جاي ديجا كنقارنوه بمواقع متاع مؤسسات حكومية أخرى من بلديات الوزارات والله إحنا أمنيتنا إدارات أخرى سي ديجا سيت كي سي ديفلوبي باه تنجم تشوف فيها أون تان ريال ليفوليسيون متاع الدوسي متاعك بالضبط في التفاصيل وين أي لا فما خدمة تخدمت بالكدا ونتمناو لهم التوفيق في عملهم كفريق كامل داكوردو وعندنا المحاكم التونسية تخدم خدمتها اون كا دانفراكسيون على لوا اذا كان انسان يخالف القانون المحكمه تخدم روح والدوله بما انها هي الشابوت المحكمه الشابوت لا دي بي ام والشابوت لي نوربي والشابوت aussi la fabrication nationale et locale de l'industrie pharmaceutique باش تراعي الناس الكل دونك ما يلزمناش نخلطوا بين دور الدوله في ضمان خطر
الدولة يلزم عليها عين على المواطن متاعها وعين على المنظورين متاعها وعين على الفاعلين الاقتصاديين محليين وأجانب، خاطر ثم صورة يلزمها ما تكونش ممسوسة. صحيح، أوكي داكوردو، هذا نظرة للدور الدولة بالضبط في ما بين الجفاق. إذا كان نمشيو في الطريقة هذية نوليو نخلطوا الدي بي ام واللي نوربي مع بعضهم، وبالنسبه لي كذا حاجه ماهوش به، ما هيش به، اوكي، خاطر لي كومبيتونس دو لان سون ديفيرون دي كومبيتونس دو لوتر. باش ندخل لي كاف الحكايه هذيك، با لي كا هي في الارتيكل 44 باراغراف 1 اش تقول لك؟ تقول لك تعطيك شروط لوكتخوا دا ميم، باش تقدم انت باش تاخذ دا ميم يلزم عندك بروفي. Et seules les personnes ont, qui ont un brevet qui peuvent avoir une AME. Donc, il y a le corollaire, il y a un générique, donc je n'ai pas de brevet. Absolument. Donc, il y a un AME. 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 Donc, il y a باش يقع اقصى وهو من الاول سيدي نمشي معاك اكثر نمشي معاك اكثر من هاك. Cette idée a été reformulée dans les trois articles qui suivaient. معناها elle était confirmée à chaque fois. D'accord. نمشي معاك بعد. Oui. C'est que هوني وصلنا مسينا بنهيبة الدولة. On est arrivé à un point de désétatisation de l'État. علاش؟ على خاطر l'entreprise, si elle fait valoir ses droits على le secret des affaires. هذا موضوع. معناها حتى الدي بي ام نهار اللي باش تعطي autorisation الواحد قدم لها demande d'AMM pour un générique, هي ما تنجمش تستعمل المعلومات اللي موجودين حتى دونك كنت نجمش سامحني قصت عليك الدي بي ام اللي هي ديريكسيون فارماسي ميديكامون تبع وزارة الصحة كي باش تجي تعطي الAMM الترخيص باش انه للتسويق نتاع الدواء بال الجينيريك ما تنجمش لسببين. السبب الاول كونها باش يفرضوا عليها يلصقوا لامام بالبروفي يوليو هو جينيريك ما عندوش بروفي بيسكو سي ان بروفي كي تيبليزي يعني وفيت الفاليديتي نتاعو توت افي بي داكور دونك هذوما لي ليسونس دوفيس كل فليكسيبيليتي هذيك نتاع انك تقول انا هاني باش نكسر بروفي باش il faut qu'elle soit annoncée par la loi ولات ما عادش موجوده تفسخت زيادة خاطر ذكروا اللي تفرجوا علينا اللي كان ثم إمكانية في الأزاكور متاع المنظمة الدولية هذه إلغائها بطريقة غير مباشرة بيه ثم السكري دي زفير اللي هو غير كالاسم بتاعه يكون هكا يظهر qui attire l'attention. Donc déjà, chauffe-nous aux hajets. La période de protection complémentaire, vous êtes à la durée variable des brevets. Chauffe-nous la durée du brevet, hajaloul. Hajafénia, le certificat complémentaire de protection. Le hajafelfa, à cause des, grâce au secret des affaires, c'est que l'épuisement, l'article 6, indique que la personne ne peut pas être douée, elle ne peut pas être douée. L'ENA, c'est le laboratoire. Exact. الآن هي اللابوراتوار اللي عنده حقوق الملكية الفكرية هذا شيء به الحاجة الثالثة سكرة دي زفير هذي سي موند وي 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 ويخصكم انتو ما زاد احنا صحفيين ايه لا لا مش صحفيين لونسور دالرت وي اي هي اليز لوسي داكور فما صحفي نتاع في فريق نتاع كاش انفستيغاسيون اللي هو تبع التونس الفرنسية العمومية اللي تمت متابعته قضائيا لانه في المانيا نفس الحكايه اللي هو حتى في لوكسمبورغ نفس الحكايه طلبوا الاطلاع على وثائق نتاع الوكاله الفرنسيه للتنميه
l'AFD, l'Agence française de développement, اللي هي الAFD اللي هي عندها ما يعطيهمش رفضت باسم ما يعطيهمش وما عادش حتى واحد باش ياخذ حاجه. ذكروا انه قانون سيكريت دي زافير سير مفعول في فرنسا من جويليا اللي فات جويليا اللي قبل جوان 2016 والقانون اللي خرج في اليونيون اوروبيان 2014 14 افريل. مي الضحكه وين سي كو القانون اللي تعدى في فرنسا ما لا ما تعداش بالبروسيسوس دو برودكسيون دو لوا سيميلير تعدى افيك ان بروسيسوس دورجونس كي خاطر المفروض يشوفوا سا كومباتيبيليتي افيك لي دووا فوندامونتو هومان ما تعداش بهذاك. يعني هذا موضوع مهم وشائك برشا. باهي اذا كان احنا اليوم في تونس ما عندناش لو سيكري دي زافير ف توا في الوقت الحالي مش موجود راه عندنا قانون نفاذ المعلومه حاجه اي ماذاك اذا كان الاساسي هذا اي اما اذا كانت الاليكات تتعدى نذكروا انه الاتفاقيات فوق القوانين وتحت الدستور سي لارتيكل 20 دو لا كونستيتيوسيون اللي يعطيك لا بيراميد et la hiérarchie des lois, la constitution, les accords et les conventions internationales et internationaux et les lois organiques, ordinaires, décrets-lois, décrets arrêtés. On est fort. Les circulaires ne sont pas opposables juridiquement parce qu'elles ne sont pas publiées aujourd'hui. B. Secret des affaires, Alm Kbir Barchel. ولهنا حكينا ديكنيزون نتاعو في الصحافه ولا في المحترف الميادين ولكن في ميدان الفارماسي والطب صارت نجم نعرفش كان نجم نسميوها الطرفه وي ثم امبلانت ليكس قشره نتاع مدالينا جربوا بها مؤسسة في فرنسا بتاع مراقبة الأدوية وقالوا لها اسكو هذه النجمة نسجلوها باسم لابيل سي او وقالت لهم اي ووقت اللي طلبوهم في لي دوكيومون عرضوا لهم باللي سكري دافير اي سي كوم سا كو سي ديفونو ان بروبليم انترناسيونال. اه بس هذا اكزومبل تاع الامبلون اللي هو تو يلتا دو موا دوكتوبر امبلانت فايلز وثم نقطة لي فيرتوكس إذا كان الاسم مانيش غلط فيه اللي هو دواء في فرنسا مشتبه فيه انه يتسبب في العديد من مشتبه فيه انه يتسبب في العديد من لي ديسي الموتى وطلبوا جمله من صحفيين وجمله من ناشطين في مجتمع المدني لا ما عادش نسخه من لاين L'autorisation de mise sur le marché. Là même, il y a le cas. Les essais cliniques. Les essais cliniques. Déposés, ou donc ils sont déposés avec et sous le sceau des secrets d'affaires. Ben, et donc, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. تقبل ما عادش نجم تعطي امام الا بوجود بروفي داكور مي اللي ابعد من هكا الدي بي ام يولي ممنوع عليها باش تقبل دوسي اخر الا من بعد ما يوفى البروفي سي لارتيكل 44 paragraphe 1 ou 2 je pense. شنو المنفعة نتاعنا باش نصحوا على لك إذا كان والله سا ديبوندرا دي زون في الميدان هذا سا ديبوندرا دي زون كي فون ريبريزونتي لا تونيزي اي كي فون سا ديبوندرا دي زون يعني نو سا ديبوندرا دي زون دي نيغوسياتور دي فام وي دي زون اي دي فام
quand je dis homme, c'est dans le sens rare. راو مش معناتها بمعنى راجل ومرأة. الرجال هما اللي يمشيوا على زوز وكي سون اكتيف ويمشيوا ياخذوا الرزق متاح، والنساء ينجم يكون راجل ولا امرأة وهو بارك في الدار. هذا هي المعنى متاع النساء. جو باس عملنا بكل ديغريسيون انتريسونت اليوم والله يعطيك الصحة. اذا كان عندنا رجال il faut qu'on prenne en considération journaliste français African News. Nous avons l'obligation de coopérer ensemble. Et c'est une continuité entre l'Europe et la Tunisie. D'ailleurs, les gènes européens chez les Tunisiens sont supérieurs à la proportion de gènes arabes chez les Tunisiens. C'est une étude qui est scientifique. Et on négocie un packaging. معناها défense structurelle. Qui ne souffre pas de l'Union européenne, l'Ukraine. Ce n'est pas de l'Union européenne au Portugal pour qu'il devienne comme ça. Ce n'est pas de l'Union européenne à l'Espagne. Ce n'est pas de l'Union européenne à l'Italie. Ce n'est pas de l'Union européenne à la Grèce. C'est là qu'on commence à comprendre. Ça peut être utile. C'est vrai, nous avons besoin d'être tirés vers le haut. L'accord à l'ECA peut être une excellente chose, mais il faut qu'il soit bien négocié et dans le cadre d'un packaging. Le FLEH, les travaux publics, la formation, la mobilité. On ne peut pas séparer. Vous séparez, vous réduisez la taille et la masse critique et le pouvoir de négociation. Et plus vous englobez, plus vous négociez une enveloppe générale, plus vous risquez d'être bénéficiaire, d'en profiter. Il vaut mieux le niqash sur la masala yani absolument. Ou nokta thania. Sauf dans chaque coin de la Tunisie. Exact. Mais dans le domaine médical, بالضبط. Ah. انت تحكيت لنا على استراتيجيه دو نيغوسياسيون عموما ولكن في الدومين ميديكال بالضبط هل لي 3 ارتيكل هل لي 3 اشكاليات اللي طرحوا هذوما ثلاث اشكاليات اللي حكينا فيهم هل في صوره ما ينجموا التوانسه ينتفعوا بهم اكزاكت انا راني جو سوي ان فان اوبسيرفاتور دي بروبوزيسيون اي جو ني بونس با فرانشمون كو de telles propositions soient mises au hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a des études qui sont faites, il y a des évaluations, il y a des méthodes comparatives, il y a tabola takra. L'industrie pharmaceutique Fitouns est un fleuron à protéger, à renforcer. C'est vrai, ils ne sont pas parfaits, ils sont perfectibles. Ou ils aiment dire qu'on n'est pas parfait et qu'on doit toujours évoluer et apprendre. C'est là ça me sert. Je n'ai pas qu'il faut se refaire l'école. Je vais te dire, dans quel cas, les trois cas exceptions, il n'a jamais eu un problème. J'étais impatient. Il y a une entité de Tunis et les industries locales en faisant l'article 8. Vous engagez sérieusement à faire un transfert technologique. Et par le biais de ce transfert technologique, on va utiliser la Tunisie comme un tremplin vers l'Afrique, comme un pas dans l'Afrique. Toi, à partir de la Tunisie, tu as l'exportation.
pour développer le marché du Maghreb, t'as l'exportation pour développer le marché d'Afrique subsaharienne, d'Afrique centrale et d'Afrique anglophone. Mais tu as dit qu'il y a des labos, donc tu sais pas. C'est embryonnaire, mais tu as dit. Oui, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire. Rumatawa, il y a des laboratoires européens qui sous-traitent et qui font du façonnage à les laboratoires tunisiens. شنو اللي يمنعني انا باش نولي نصنع له ونبيع له هو ديريكتومون وين يحب هو؟ وشنو يساعده هو اللي انا نصنع له مش هو يصنع ويبيع ديريكتومون؟ هو باش يربح لي طون. La position de la Tunisie, Tabolatakra, c'est une position géostratégique. On est qu'à 2h30 dans un vol de plus. Non. Quand on parle de médicaments, on parle de produits périssables. Donc, chaque heure a toute sa valeur économique. D'accord. Mais, donc, du coup, n'est-ce pas dit que le seul moyen de faire les conditions le mojafine de le consommateur tunisien et qu'on nous bénéfique de tout nous sommes moment, c'est إذا كان الاندستري فارماسيوتيك تستثمرهم اقتصاديا با وي il faut qu'il y ait un transfert mais non لابو تونسي قاعد شوف انا لابو تونسي باش يخدم لي توانسه mettez-vous en tête que derrière chaque labo le labo pharmaceutique c'est une véritable locomotive علاش خاطر باش يحسن لك من الترانسبور باش يحسن لك من التكنيك دو ترانزيت باش يحسن لك من لي ميتيي كونيكس نتاع الكتريسيتي سال بلانش دي تكنيسيان دي ايفالواتور ان ماتيير دو نورم ايزو باش يحسن لك من ناحيه الوقت من ناحيه لو سيريو لونجاجمون باش شوف قداش من عائله تخدم شوف قداش من لو سيكتور فارماسيوتيك سي با اونيكمون لو سيكتور فارماسيوتيك سي اوسي لو كارتوناج سي اوسي لومبالاج سي اوسي ل ل ل ل ل ل ل تو سكي اي بلاتفورم دو ترانسبور وانت ناوي تعمل ان بور ان او بروفوند فنفيضة غادي تولي تهبط بيه ديريكت لافريك سوب ساهاريان شوف قداش ربحت وقت B, ça pourrait profiter à l'industrie. Exact. Mais immédiatement, ça pourrait pas profiter. Apparemment, on l'est argi. Malheureusement, nos industriels locaux, كانوا راقدين بنو لسوق الحظ وفاقوا كان المدة هذه. معناها قانون يخرج في 2017 في جويلية 2017. ويدخل حيز التنفيذ في غرة ديسمبر 2017 وهما حتى واحد ما يقرا ما عندك مسؤولية انت زادة ويلزمك تقوم بروحك مش يزينا بالمونتاليتي داسيستي واضح هنا وهذه النقطة ممكن انشر انشط انشط وانشر النقطة ممكن النجم نخدم بها واللي ديجا مش باش تفتح افاق ولكن باش تورينا انه الافاق انه غدوه سي ديجا اوجوردي هي النقطه اللي حكينا فيها بكري وهي الاتفاقيه اللي ما بين لوفيس اوروبيان لو بي لوفيس اوروبيان دي بروفي و اي دي نوربي من بكري كنا باش نحكي عليها قلنا خليوها من بعد النص هذا حكينا عليه محارب بسرعه انا ننصح الاخوين انه يطلعوا عليه في شقاوة موجودة في الكومنتار ان فيت العديد من الاشياء اللي ديجا موجوده في الليكا باش نلقاوها ديجا صحت وممكن جزء منها خرج في التريتي هذا سوليت دونك ثم اجزاء من الليكا مثلا كيف ما السلامه الغذائيه صدق عليها البرلمان ثم البارتناريا بوبليك بريفي les tribunaux d'arbitrage et donc même حاكم فوق فوق الدول اي ديجا اي تولي الدوله تولي الدوله اقل من اقل من شركه هذوما عديد المواضيع اللي جو بونس
ما هيش فزاعة يعني إنه نحكيه على ليكا، ولكن ممكن تسمح لنا بالمريات قدام وجوهنا ونقوله الحاجة الأخرى، الحاجة الأخرى لا سبيسيفيسيتي دي سكري دي زافير، خاطر هو كي باش يشكي بيك الأوروبي ماهوش باش يشكي بيك في محكمة تونسية، تحب ولا تكره ما عندهم ثقة في المحاكم التونسية، فاهم؟ لي سوسيتي ما عندهم ثقة حتى محكمة تحت الدولة، يشكي بيك في تريبيونال دو كوميرس، تريبيونال داربيتراج، نعم تريبيونال دو كوميرس، خاطر في فرنسا لي سكري دافير سون جوجي بار لي تريبيونو دو كوميرس. Et le tribunal de commerce n'est pas un tribunal comme les autres. C'est le renversement de la charge de la preuve. Et encore l'intérêt, où tu vois rien l'axe. وريني شنو اللي عملت وقت اللي تشوف انت في ايطاليا مثلا، في ايطاليا القانون يفرض على الشركات باش تظهر للدوله شنو قامت باش تتفادى سوء الحوكمه وباش تتفادى الرشوه. احنا باش نوليو مطالبين كدوله باش نظهروا الشركه شنو عملنا باش نتفاداو وباش نحميو لهم المعلومات اللي هما حطوهم. حتى اذا كان معلومه تخرج في ريفيو سيانتيفيك احنا مسؤولين عليها على حمايه، معقول هذا؟ لذلك ثري باش يكون موضوع اخر، سريه الاعمال او اعمال السريه. سي لازم سهلي نحب نشكرك خاطر كان الحوار شيق وشيق برشا، وان شاء الله احنا من محل برقمين في لوكال جديد كيف ما تنجم تشوف، دونك بشويه بشويه ان شاء الله نجم نحطوا كراسي ويولي معنا بيبليك يتفاعل. ونشكرك على الموضوع اللي طرحته وبي الغوتور هيستوريك زيد لي ديفيرونس اسبي كمان يمكن مختص في القانون. كان عندك اي كلمه ختاميه تحب تقولها قل لي تفضل. والله اول حاجه الاتفاقيه اللي تمت هذه ما بين لوفيس اوروبيان دي بروفي اي لينوربي توفى عام 22، واضح خاطر صالحه لمده 5 سنوات. ما نغلطوش غلطه الملح، لازمنا كانوا نبدلوها نبدلوها في الاجل، مش تبدلها توقفها. اوكي توقفها، وهذه معناتها السياسيين اللي باش يدخلوا في الحمله الانتخابيه بيانتو ديجا بداو فيها، اي هما البعض بدا فيهم وربي يوفقوا. السياسيين اللي بداو معناها يكونوا مشكورين لو كان يعملوا هما هما وممثلين الشعب، خاطر المسؤوليه جسيمه برشا على اكتافهم وباش يقعد تقعد تتبعها. Mais là, vous nous encouragez, nous aidons à nous faire. Dans tous les cas, on va la partager en commentaire de ce live. Merci. On va faire un compte rendu de ce live, où je confie le maquette à l'Ostof, à l'Ostof, qui est consistant. Exact. Quel est le chitem, je vais vous dire une chose. Quand on tourne cette hafte à l'Ostamel, les flexibilités prévues. Toutes les flexibilités, pas une, deux mois. Le col. Importation parallèle, licence obligatoire, exception bolar. Hadouma, thlatha yelzem tistamel. Ou l'haja thania yelzemha tamel surout l'bara'a yelzem tahaddada hasb hajiyat s-saha n'taha. Ou hasb ma tattalbu himayat mwatan n'taha. خاطر الدولة التونسية من غير مواطنيها تنجم تكون حتى شيء. الدولة هي المواطنين نجموا نتفاهموا فيها ومواهب. اي اما ماذا بينا زاد الراو بالملموس اللي الدولة تخمم في المواطن نتاعها وتحميه باش هو يكون فخور بانتمائه له. انا نحب نشكرك مرة أخرى على كلمة الختام هذه، ونشكركم أنتم اللي تابعتونا، ونقول لكم إن شاء الله نتلقاو على قريب في مناسبة أخرى، ونخليكم مع أنديسان اللي عملوا صدري خياري pour illustrer l'article.